تزين العصائر مائدة الإفطار في شهر رمضان المبارك، وقد يكون منقوع الزبيب من أهم العصائر التي يقبل عليها سكان مدينة الموصل التي تشتهر بصناعته التي تنتعش في رمضان. من هذا الكيس يخرج منقوع الزبيب بعد أن يمر بعدة مراحل يتحدث عنها صناعها. يعني الشغلات الكملة ونرجع نصفيها بالصافيات وبالشخالة ويرجع ينزل الزبيب على كيفه ونرجع نحوله على البراميل، نرجع نضيف المواد ومن يكمل يرجع نكيس ونرجع على المبيعات. شربة الزبيب وعصائر أخرى يعدها سكان الموصل من ضروريات موائد الإفطار، لكن الزبيب وقع خاص على المائدة الموصلية تختلف عن غيرها. شربة الزبيب أرخص محل بالموصل يبيعها الأكياس بمناسبة شهر رمضان، لأن تعرف الموصل مضررة والعالم ما عندها. الكيس ب 500 دينار وباقي المحلات يبيعوه ب 1000 دينار، واكو قسم لا يبيعوه 750. الزبيب فوائد عديدة، أولا يفيد فقر الدم، اثنين يرفع السكري بالجسم، خاصة الموصل اللي برمضان يشربوا شربة الزبيب يعوض عن السكريات المفقودة من هذا الصوم، بالصائم تعرف يفقد السكريات، بالمغرب يشرب الزبيب حتى يرتفع عليه السكري ويفيد المعدة أيضا. للزبيب عدة فوائد وبالكاد لا يستغني عنه الجميع هنا في الموصل، فمائدة الإفطار تتنوع في شهر رمضان. من الموصل جمال البدراني، الشرقية نيوز.